تستخدمون العبوات. هاي أجنحة مال طيارات مسيرة. هاي صواريخ راسي خوي. هاي صواعق مال تصوير الانفجار، صواعق تفجيري هذي. تستخدمون اللفن. هذا طحن حجري، طحن كميات كبيرة يستخدمون العبوات. تعمل كمية العشرة غال تقريبا. هاي عبوات من ضمنها الضغط ضد دبابات الدروع. بس هذا كلام الروح مساطر عبوة ضد الأشخاص يخلونها عطوة في تعرف تقدم القوات الأمنية. هذا البرميل كان يستخدمونه بالخلطات مع العبوات المواد الكيميائية C4 TNT يخلطونه كله في العبوات. شنو هاي بالضبط؟
اطلاق صواريخ، منصات اطلاق صواريخ هاي كانوا يستخدموها من الاكياس هاي. هاي الصواريخ تعتبر يسمونها مدفع جهنم اللي هم عندهم تصنيع محلي طبعا. وإذا شرب من يسكر هاي يسمون لغم روسي، هذا روسي، هذا يعتبر لغم روسي ضد الدبابات والدروع. يكون صاعق من جوا من ترفع وتضغط عليه رأسه يتم يولد انفجار. هاي كم يفرم من منصات لو صواري خمينة زايدة عمدي اللي كانت برامين مع المواد حامضة. هاي من أحد عددهم اللي كان يشتغلون عليها، أحد العدد اللي كان يشتغلون عليها. هاي البراميل كانوا يخلون فيها سنفور في انتي من المكان المكان. هاي كلها مخططات مع الطيران، نعم، مناطق الطيران النفاث اللي كانوا يشتغلون عليها ويدرسون عليها طبعا. شنو الغاية؟ الغاية منها يشوفوا مناطق النفاث وين تكون في سبيل يطلقون عليها نار قوية.